شيء اسمي جوانا شعشع، عمري 11 سنة. فيك تقولي عندي كان هواية التمثيل من أنا وصغيرة، من هيك بحس حالي بعرف على القليل شوي مثل. أول شيء مثلته كان عمري 6 سنين 7 سنين، بلشت مسلسل ونشكر الله خلصته، اسمه لو ما التقينا. وقتا فتت عم بمثل اول مشهد الي كان بالمسلسل، كان مع يوسف حداد وفيفيان انطونس اللي هن اهلي. فتت مثلته، كان هيك شعور صعب على حاله، لانه هيك كتير صعب انك تفهم عن كبار، هن عندهم خبرة اكتر منك، هيك ما بتعرفي كيف بيفكروا، كيف هن يعني اللي بيعملوا بمثلوا فيه، ما بتعرفي هني كيف طريقة شغلهم. عطوني كتير شغلات ما كنت أعرفها بالتمثيل، مثل وضح حكي أنا عم بحكي، كتير شغلات هيك. كمان كنت غلبت، كلنا كنا نغلبت، كمان كنت غلبت، كانوا يعطوني هني شو لازم تعملي وليش هيك بتعملي مش هيك، يعني مثل كأني كنت عم تعلم التمثيل بس عم مثل. كنت كل يوم أحفظ وهيك. بعدين الممثلة فيفيان أنطونيوس قالت لها لأمي ما في داعي هيك تحفظ، تيجي لهون. يعني قالت لها أنه بنتي كتير هيك قوية دغري بتلقطها، فوقتها صرت تروح أفهم المشهد ويلا فوت على الدور وخلص، تعودت على هذا الشيء. كانوا يسألوني شو صعب التمثيل، حلو، شو خبرينا شو بده يصير، شو هيك، بس اكيد ما في خبرهم شو بده يصير. اكثر شيء قلت لهم اياه اسمي وقت الاكبر، اول شيء اكيد التمثيل لانه انا وصغيره شجعني انه اكون هيك. اوقات كنت اقول لا منه حلو، بس ارجع وقتا لاقي الفيديو اللي انا عملته اقول خلص كل يوم بدي اروح وهيك. ف بحب اعمل مثلي، واذا في بذات الوقت ما بعرف اذا بحس صوتي حلو، اوقات اعمل مطربة بذات الوقت، بس اكيد ما انسى التمثيل، واهم شيء ما انسى علمي بعمري 11 سنه، كان كطفله عمري 11 سنه.